عاطف، نفس السؤال هوجهه لحضرتك، مع اني هاخد من كلام معالي السفير جزئيه خطاب الرئيس امام قمه نيلسون مانديلا، ودي يمكن كانت جايه هذه القمه في بمناسبه الاحتفال بمئويه ميلاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وفكره انه هو الرمز الافريقي واصبح فيما بعد حتى رمز في العالم لرفض التمييز ورفض العنصريه ورفض الكراهيه. هنا مصر لها دور مهم جدا في هذا الموضوع، وهي رمانة الميزان في المنطقة، وإن شاء الله زي ما ذكر معالي السفير قربها من رئاسة الاتحاد الأفريقي. كيف ترى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني فيما هو متعلق بهذه القضايا؟ الموضوع مش بس استثمار واقتصاد، الموضوع أيضا له علاقة بقيم وفكرة توجيه رسالة مباشرة إلى الأمم المتحدة بأن المواطن في العالم ربما لديه تخوفات من أدائها كمنظمة بصفة عامة. بكل تأكيد يعني أعتقد أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أبدأ من كلمات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما وجه انتقادات ضمنية أو تكلم بصراحة عن دور الأمم المتحدة أو الدور المنتظر للأمم المتحدة، هو أشار أن بشكل غير مباشر أن هناك قصورا ينتاب أداء المنظومة الدولية بأكملها وتحديدا الأمم المتحدة، وأشار لأمثلة مباشرة عندما قال أن الأمم المتحدة طرحت مبادرة للحل في ليبيا منذ أكثر من عام وحتى الآن لا يوجد أي جديد، بالعكس الأمور تزداد سوءا، وهو بالتالي يضع الأمم المتحدة ويضع المنظمات الدولية كافة المعنية بصراعات المنطقة أمام مسؤوليتها، وبالتالي هنا يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام الدولي برمته وإصلاح المنظمات الدولية. دعا في نقطة أخرى عندما تحدث عن المبادئ الحاكمة لعمل المؤسسات الدولية إلى ضرورة أن تتعاون الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي على سبيل المثال. هنا كان يتحدث باسم المجموعة الإفريقية، وربما ما ميز مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الدورة تحديدا عن المشاركات السابقة أنه هنا تحدث باسم أكثر من مجموعة، يعني تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ربما باسم المجموعة العربية عندما أشار لقضايا المنطقة العربية، وأشار إلى أن المنطقة العربية هي أكثر منطقة مهددة نتيجة لمحاولات إذابة الدولة الوطنية أو إلغاء مفهوم الدولة الوطنية لصالح النزعات الطائفية والعرقية وما إلى ذلك. هنا أشار تحديدا إلى ليبيا، إلى اليمن، إلى سوريا، تحدث أمام قمة نيلسون مانديلا باسم المجموعة الإفريقية باعتبار أن مصر ابتداء من العام المقبل سوف تصبح هي رئيسة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تحدث عن هموم القارة الإفريقية بأكملها وما تتعرض له من تهميش نتيجة لهذا التداعي في شكل النظام الدولي. وذكر تحديدا أن النظام الدولي جار بشكل كبير على إفريقيا، يعني هي إفريقيا يعني أكثر ربما مناطق العالم التي تأثرت نتيجة غياب العدالة عن النظام الدولي، وبالتالي هنا دعا إلى إصلاح النظام الدولي بشكل يضمن عدالة التبادل ما بين الشمال والجنوب على سبيل المثال، أو دعا إلى وجود حلول تنموية تنهض بها القارة الإفريقية، وأشار إلى انتشار الأمراض والأوبئة وإلى الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، وذكر أمثلة تحديدا عن جنوب السودان ومالي وبعض الدول الإفريقية. يعني فكرة الاهتمام بالبعد الإفريقي، وكما ذكر معالي السفير كمان الانتقال من القضايا الإقليمية إلى القضايا الدولية. بكل تأكيد يعني في نقطة إفريقيا تحديدا، يعني ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة نيلسون مانديلا وما أشار إليه أيضا في كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعتقد أنها ليست جديدة، هي تعكس توجها منذ سنوات لإعادة الاهتمام بإفريقيا مرة أخرى. يعني أنت تعلمين أن الدائرة الإفريقية كانت أهم أو من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، لكنها عانت خلال 40 عاما أو 50 عاما من إهمال متعمد ودفعنا ثمنه بشكل كبير. يعني لن أتحدث فقط عن مشكلة سد النهضة، نتحدث عن تدخلات من قوى ربما يعني تناصب مصر العداء، نتحدث عن إسرائيل، عن إيران، عن تركيا، عن قطر، بدأت تلعب في قارة إفريقيا، بدأت تبحث عن مناطق نفوذ لها في قارة إفريقيا، وهذا هدد مصالح مصر بشكل كبير، وبالتالي أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بهذه الدائرة كدائرة
أساسية من دوائر السياسة الخارجية، لجذب الانتباه العالمي إليها بكل تأكيد. حتى قبل زيارته إلى الأمم المتحدة شارك في القمة الإفريقية الصينية والتقى ولاحظت حجم الترحيب الكبير به من قبل المشاركين الأفارقة، فبالتالي يعيد مصر إلى إفريقيا ويعيد إفريقيا إلى مصر. وأعتقد أن العام المقبل سيشهد اهتماما كبيرا بإفريقيا باعتبار أن مصر سوف تكون هي رئيس الاتحاد الإفريقي، وبالتالي هنا الاهتمام بإفريقيا أعتقد أنه توجه محمود ومستجد، يعني أو إعادة للماضي في الاهتمام بقارة إفريقيا، وأعتقد أننا سنجني ثمار ذلك قريبا. الدائرة الثالثة التي تحدث اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كانت دائرة الدول النامية، وهذا أنعكس في كلمة. طب ممكن قبل الدائرة الثالثة